اعود لحضرتك يا دكتور امجد، ولو تقول للناس كده نصايح تساعدهم في مساله النوم ده، ازاي احصل على عدد ساعات النوم الكافيه بجوده النوم المطلوبه علشان اقدر اقوم يبقى عندي النشاط المطلوب خلال اليوم. احنا قلنا 70% من العلاج للاضطرابات بتاعه النوم هي الارتباط او تحسين سلوك النوم. سلوك النوم مقصود بايه؟ مقصود بيه ان انا هعرف ازاي احسن جوده النوم بتاعي من خلال ضبط عدد ساعات النوم بتاعتي، ان انا اصحى في مواعيد ثابته وانام في مواعيد ثابته، اللي هي بسميها تصحيح الايقاع البيولوجي بتاع الساعه البيولوجيه الخاصه بينا. فانا بنظم العدد الساعات اللي بصحى فيها، يعني كل يوم بنام في ميعاد ثابت وبصحى في ميعاد ثابت. احيانا بعض الناس يقول لك انا ما بعرفش ادخل في النوم، هقول له ما فيش مشكله، احنا عندنا ممكن ساعه الدخول في النوم، لان بتبقى المشكله احيانا زي ما حضرتك قلتي هي الارق او صعوبه الدخول في حد نوم في النوم في بدايه النوم في حد ذاته. فالشخص لما يجي يخش في النوم يبقى ما يقدرش يتحكم في ده، بيسموها السليب لاتنسي، ان انا هدخل النوم بعد ايه. انا المفروض ان انا بدخل النوم في خلال من 10 ل 20 دقيقه وبعد كده اكمل في مراحل النوم بتاعتي. الناس بتقول لك لا انا ما اعرفش ادخل في النوم، لكن ساعه الاستيقاظ بتاعتك انت تقدر تتحكم فيها كويس، انك هتظبط منبه هتخلي حد يصحيك فتبتدي. كل ما هنظم ساعه الدخول والخروج في النوم بيبتدي المخ يرجع يعيد الضبط بتاع الساعه البيولوجيه بتاعته، وده بيساعده ان احنا نبتدي نظبط عدد ساعات النوم بتاعتنا. اتعرض للشمس بالنهار، لازم تتعرض لضوء كافي اثناء عدد ساعات النهار، عشان كده الاستيقاظ مبكرا من ضمن الحاجات الكويسه جدا اللي تقدر تخليك انك تقدر تحصل على قدر كافي من النوم المريح بالنسبه لك. الحاجه الثالثه ان انت تتجنب الانشطه الرياضيه الثقيله او الوجبات الثقيله برضو، او تناول المشروبات اللي فيها كافيين قبل النوم على الاقل بساعتين. فلازم الشخص يبتدي اتجنب الشاشات الالكترونيه. مش شاي ويدخلوا يناموا. دي حاجه من ضمن العادات عشان ننام عشان نحلم كويس. طيب اتجنب الشاشات الالكترونيه، استخدام الهواتف او التواصل بتاع السوشيال ميديا. في ناس دلوقتي يعني الناس دلوقتي ده بيقول لك اتفرج على حاجه كوميدي قبل ما تنام. لا ما تفرجش على حاجه فيديوهات ليها علاقه بالحيوانات الاليفه مثلا. الحاجات دي ما بتساعدش ان انت تنام؟ لا ما ساعدش الحاجات دي، لان الحاجات دي بتدي اولا كل الشاشات الزرقاء التليفونات والحاجات دي كلها بتخلي المخ يفهم ان لسه في نوع من انواع الاضاءه بيوصل له، فهتخلي افراز الميلاتونين اللي هو مسؤول عن البدء في عمليه النوم يقل. فطول ما المخ بيوصل له اشارات من الضوء تنظيمه لعمليه النوم بيبقى قليل جدا. فده مهم جدا، ما ينفعش ان انا استخدم حاجه قبل النوم، ده عادات غلط وبعد شويه بيحصل النوم بتاعه يبقى متقطع. طب في اكلات معينه لو اكلناها قبل النوم تساعدنا ان احنا ندخل ننام؟ مثلا ناس بتقول كل موز بالليل مثلا. الاهم الاكل السوائل، ان الشخص يكون بيحصل على قدر كافي من الميه اثناء النهار، لان ده بيهدي جسمه بيخلي الدوره الدمويه عنده تكون منتظمه. النقطة الثانية ان انا ما اعملش اي حاجة فيها نوع من انواع التفكير. في اغلب الناس بتقع في يقول لك انا ساعة ما ادخل السرير كل الافكار وكل الحاجات اللي في الدنيا وفي اليوم كله بتاع ابتدي افكر فيها اثناء النوم. لا، سيادتك خصص وقت للنوم للتفكير اثناء النهار عشان تبقى بعيد عن الدخول في النوم، فتقلل الاسترس اللي واقع عليك. كمان كم المجهود اللي انت بتبذله بالنهار، كل ما هيكون كم المجهود بتاعك قليل وقادر تنظم نفسك ومبقاش في عبء ثقيل على جسمك او على ذهنك هتقدر تدخل في النوم بسهولة. دي الحاجات اللي احنا ممكن نقدر نظبط بيها. ده بالعكس بقى، احنا فاهمين العكس، ان طول ما انت بتعمل مجهود كبير طول اليوم هتنام بالليل وانت مش قادر يعني تفكر في اي حاجه مهدود فهتنام. لا بالعكس، المجهود الزايد ده بيخلي الجسم يبقى فيه الم، والالم بيبقى مزعج للبني ادم ما يخلوش يعرف ينام. فعشان كده المفروض الانسان ما يعملش حاجه، لان الواحد ممكن حتى من كتر الالم ما يقدرش ينام. وبعدين ممكن حتى الناس اللي بتنام كتير يقول لك من كتر النوم عضلات جسمي تعبانه. قايم تعبان برضه. بالظبط كده، فلازم الموضوع يبقى منظم، ما ينفعش يبقى في عدد ساعات نوم زياده ولا عدد ساعات نوم اقل. كل شخص له عدد ساعات النوم المعتاده بتاعته، يعني طبيعه النوم بيختلف من شخص للتاني. الشخص امتى يتوجه لطبيب؟ يتوجه لطبيب اذا كان عنده مشكله في بدايه النوم او مشكله في انتظام النوم، في عدد ساعات النوم، النوم بتاعه يكون متصل ومريح وهادئ، او ان الشخص يكون عنده مشاكل في الاستيقاظ، انه بيصحى بدري قبل ميعاد الشغل بتاعه بكتير او قبل الميعاد المعتاد بيه بالنسبه له. الاضطرابات النفسيه في المراحل العمريه يتوجه لطبيب يا دكتور، ما ياخدش ادويه من نفسه، لانه لا طبعا دي نقطه مهمه جدا. لا اغلب الناس اغلب الناس حاليا بتيجي وقع في المشكله، هو بيجي له اوريدي ماشي على دواء، بيجي يقول لي انا جربت كل حاجه ومش عارف اوقف العلاج ومش عارف اعمل ايه. ما هو سيادتك خدت ادويه اثرت على الطبيعه اللي ربنا خلقك بيها، والمشكله ان هو ممكن يكون خد ادويه فيها اعتماديه او فيها تعود وابتدى يخش في نوع من الادمان او التعود عليه. عشان كده بنقول يا جماعه احنا اول حاجه نعملها ايه؟ ان احنا نروح للطبيب نعرف ايه سبب المشكله، لان هو مش كل واحد ما نامش يبقى عنده مشكله. في بعض الامراض العضويه احيانا ممكن تخلي الشخص ما يعرفش ينام كويس. تمام؟
ودي نقطة مهمة جدا حضرتك قلتها يا دكتور، ان الموضوع يكون عرض لمرض تاني. عرض لمرض تاني. احنا عندنا 50-70% من الناس اللي عندهم اكتئاب ما بيجيش يشتكي ان حالته النفسيه سيئه او ان عنده حزن او ان هو مش قادر يتعامل مع الناس. اكتئاب، خوف، قلق، كل الحاجات دي بتترجم في النوم. اغلب الاضطرابات النفسيه اصل النوم ده وظيفه من ضمن وظائف الدماغ، لما بيحصل فيه لخبطه بيبتدي بقيه الوظائف الثانيه تتلخبط، فعشان كده هنلاقيه في الاكتئاب ممكن الشخص بتاع نومه يقل او يزيد، في القلق في الغالب الشخص بتاعه متقطع، او ممكن الشخص في احيانا الناس يبقى عندهم قلق يجي يقول لك انا بنام في اي وقت. وفي ناس كتير تيجي تقول لك انا بنام كتير عن المعتاد بتاعي لما اكون عندي مشكله نفسيه او في حاجه ضغطاني، فنقول عليهم بيهربوا بالنوم او بيحط همه في الاكل فتلاقيه بياكل كتير. فاحيانا يكون النوم هو العرض الممثل للشخص في الاضطراب بتاعه، بمعنى ايه؟ ده اللي هيجيبه العياده. هيروح لطبيب مين؟ هيروح على حسب الشكوى بتاعته. يعني مثلا الاضطرابات اللي حضرتك ذكرتيها اللي هو المشي والحركه اثناء النوم ده شائع اكتر في الاطفال، فاللي هيشوفه اكتر دكاتره الاطفال، بس احنا لازم نستبعد ان وراهم سبب بيولوجي زي ما الدكتور احمد ذكر وقال ان ممكن يبقى فيه سبب في البرين او في نشاط المخ او في النشاط الكهربي بتاع المخ، ويكون ده هو السبب اللي عامل لنا النوم المتقطع، ان هو بيصحى بتجيله نوبه تشنجات فيصحى بعد النوبه، او الشخص ده عنده obstructive sleep apnea اللي هو الشخير او عنده انقطاع النفس بتاعه فبيصحى كل شويه، او عنده فزعات الليل. الناس اللي بتصحى تيجي ام تقول لك الطفل بالظبط تيجي تقوم تقول لك الطفل بيصحى بالليل يصرخ ويعيط ويبقى حرقان واضرابات قلبه سريعه ومش عارف اعمل له ايه، ويفضل على كده 10 دقائق ربع ساعه وبعدين يكمل النوم بتاعه تاني. او تيجي تقوم تقول لك الطفل او الشاب بيتحرك وهو اثناء النوم بيقوم يمشي يعمل نشاط هادف يغير هدومه يفتح دولاب يفتح عاوز ينزل من الشقه بيتكلم يلف في مكانه كانه بيعمل اي سلوك وبعدين يرجع يكمل النوم بتاعه تاني. هل الشخص ده محتاج علاج او محتاج ايه؟ اغلب الناس دول بيبقى عندهم خلل في المرحله الثالثه من النوم. وده بيتم تشخيصها من خلال معمل النوم. لما بيجي الشخص بيبتدي ينام في المعمل بتاع النوم والاجهزه ترصده بنلاقي ان دخوله في الحركه اللي هو في اثناء النوم دي ما يكونش عنده نشاط حركي موجود، بنلاقي في الفتره دي ان هو المخ بيتعامل كانه في حاله يقظه. فبنقول هنا للشخص ان انت عندك مشكله، ما يعني ما عندناش علاج، ما عندناش سبب واضح ليها محدد ليها، لكن هو بقى فيه خلل في المرحله الثالثه بتاعه النوم، والموضوع ما بيأثرش عليه في حياته، اغلبهم بيختفي مع تقدم السن، يعني بيبتدي في الطفوله عند 3-7 سنين في الغالب، ومع كل ما بيكبر بيلاقي الموضوع يبتدي يقل شويه. فدي الحاجات اللي هي الشائعه اللي احنا بنشوفها في اضطرابات النوم، من ضمن الحاجات اللي هي كمان التبول الليلي او التبول اللا ارادي عند الاطفال اللي بيظهر اثناء النوم فقط. كل دي حاجات، او حاجه اسمها حركه الرجل الغير مريحه اللي هو الشخص يقول لك طول ما انا نايم قاعد احرك في رجلي ما اعرفش ادخل في النوم الا ما اقعد اهز في رجلي. دي احد الاضطرابات اللي هي بتظهر اثناء النوم واللي ممكن تتعارض مع جوده النوم او الراحه. فالشخص لو عنده اي مشكله هيراجع طبيب الاعصاب او الطبيب النفسي بحيث ان هما الاثنين دول بيساعدوه ان هما يكتشفوا الاسباب الخفيه وراء اضطراب النوم. فاضطراب النوم ممكن يبقى اولي، يعني مشكله فعلا في الساعه البيولوجيه او في السيركاديان ريزم اللي هي دورة النوم واليقظة بتاعت الشخص، أو ممكن يكون في الغالب سبب ثانوي لحاجات تانية سواء كانت أمراض نفسية أو أمراض عدوية. وبعض الأمراض العدوية مثلا الناس اللي عندها خلل في الغدة الدرقية، الناس دول عندهم تقطع بالظبط تقطع في النوم. الناس اللي عندهم مشاكل في ضغط الدم مثلا وبياخدوا ادويه مدره للبول هيلاقي نفسه كل شويه بيروح للحمام كتير. الناس اللي عندها مشاكل في البروستاتا او في الجهاز البولي بتاعها والحاجات دي كلها هيلاقي نومه متقطع بسبب حاجه. الناس اللي عندها سمنه اللي عنده صعوبه في انتظام عمليه التنفس، فالشخص ده هيبقى مش عارف ينام كويس، فمحتاج ان هو يقلل الوزن بتاعه ويحسن يقوي، ممكن يستخدم بعض الحاجات اللي تساعده وياخد نفس كويس وهو نايم مرتاح بحيث ان هو جوده النوم بتاعته تكون احسن. بالتاكيد جوده النوم وعدد ساعات النوم يا دكتور بتفرق جدا في صحتنا يعني العقليه والجسمانيه.